شيخ مبارك الله، شيخ مبارك الله. رحت على المدينة مثلا، رحنا على المدينة، جينا إلى منى وجدناهم سبقونا إلى المدينة. يا ولد فين حطيت المفتاح؟ قالوا والله المفتاح نسينا عندنا. قلت يا مصلح خلنا عم نتحرك. قال وين؟ قلت إلى المدينة. الله ذهبنا إلى المدينة. كان بقي الأربعاء والخميس، صلينا الجمعة أمس، وبعد صلاة الجمعة تردينا. ربنا كتب لنا استحمل المدينة القديمة. والله أول ما جينا طبعا احنا مبكرين يوم 12 مساء. أيوه حسن خلي هنا لو ربنا يسر أحد من الأحبة أراد أن يشكل. أحرجتنا كثير والله. ليش؟ كنا نبغى نديك عروسة معك لكن أنت كده مقفل الحدود كلها خلاص. بسيطة، ما تعرف ماذا تزعم. وإذا أردتم استبدال زوج المكان زوج. طبعا سيد عبد الحميد هو يعني أسرتهم تعتبر في جدة من قديم الزمان، هم المسؤولين عن تزويج أهل الله. فهذه يعني خاصية من خاصية هذه الأسرة. وشيخ عبد الحميد لكن إنه سمي شديد، لا عنده سنتين لا زوجني ولا أهل إلا شيخ نرى شيخنا والله قبلت يده وزوجه هو اللي قالش أصبر ولا أنا عندي زوجة أصبر ما عندي الشيخ يا أبو حتى ما نأخذنا والله ما عندنا نأتي به إلى هؤلاء الشيخ أو إيش رأيك يا شيخ عبد الحميد؟ شد حيلك. لا ما أبغى، أنا أنت جيران هنا. لا تحكوني وياك. الحمد لله. نسأل الله التوفيق والرضا. الله يجعلنا وياكم من المقبولين. آمين إن شاء الله. ويجعلنا غسل يا حبيبي. انتظر. كيف لو في معلومة تسمعها نستنى في الصف عايز يشبط العلم. نحن كنا نلاطف أحبابنا، جزء من الملاطفة والمداعبة بين الإخوة. كنت في فرانكفورت زمان مع زوجتي الأطفال صغار كذا، وفي نظام في ألمانيا إنه إذا زادوا عن أربع راكب إذا تاخذ تاكسي ثاني من مطار فرانكفورت. عادة أنزل وظفة السعودية بدون تخفيض أنت كنت تسوي كان 100 مارك 100 مارك 3 زميلي قال لا نسكن جنب المحطة فندق صغير كده عشان بعدين ناخذ القطار ونروح وانا راح بعد الله. المهم ولدي كان كمان شوية مع زوجتي مع كده وانا على الطائرة كمان تكسير وشنط كتير يعني انا السعوديين بالذات صلى الله عليه وسلم بحب الشنط الكتير والدنيا مع الاطفال اللي بيمتعوا لك. نزلنا الفندق داخلين مع الطياره وحط الشنطه اللي فيها كل ما عندك فيها جوازات السفر والتذاكر والفلوس 30,000 سعودي وترافل شيك ومدري ايه. وين جبت السفر فيها ذاك الفندق؟ اسمها ايش؟ ماركه؟ فالواقف دمتين بعبي الورقه. جاء رجل ألماني طوله مترين جاء من فوق كده وكلم حد الاستعلامات قالوا لا 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 أخذ المخزن ومشي قال لنا ما في ورقة معانا أنا أخذت ورقة ومشي وعبيت الورقة وطول الشرطة ما إيش اللي صار؟ أبو مترين ده كلم رجال حق الاستعلامات واحد قصير كده جاء شال الشرطة ومشي بجرير. الله أكبر يعني وسط فرانكفورت ما بنهم دحين زوجتي الأطفال زين كسر خاطرهم جي يتفسحوا جي كذا ألمانيا يعني شالت الشنطة زميلي إيه كلها شالت كل شيء زميلي قال كذا واحد باكستاني عند هناك رحنا حطينا الشنطة بلغنا أخذوا مواصلات وجيت والله صليت الظهر والعشاء في آخر سجدة كنت يا رب أنا برضه الخدامة جوازها وجواتها التذاكر الجوازات الفلوس تتعوض لسه فاخر ما سجل كده صرت تشهد ولين التلفون مستر عطية مخ 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 بلا بلا ماني وبوليس فهمت انه بوليس ما كلمه بوليس فكرت على زميل قلت له البوليس اتصل حتى حرام يقول الله يعني رجل طيب سرق كل حاجة سرق الفلوس سرق الكاميرا سرق ساعه مليانه حصل حينها سرق كل شيء ساعه كتب طايح حق الصلاه سرق كله
تمام؟ لكن ترك الجوازات زي ما هي، ترك التذاكر زي ما هي، ترك الشنطة زي ما هي، وراح خاف كله، وراح جابها بنفس الشارع حق الأوتيل رماها جنب على القمامة وجنبه بوليس. فلما بلغوا بدي الساعة كل أكبر دغري بوليس قال وداها الشارع. شفت شنطة البوليس؟ لقيت فلاحة الجوازات والتذاكر وكذا، وبعدين غفل عن البطاقة هذا حق الأمريكان إكسبريس سير فيزا غفل عنها ما انتبه لها. والله فرحت التذاكر. قال لي ما كان في مصر هذا كله موجود استلمته. جزا الله خير البوليس خلال ساعتين. خلال مسافر المهم رجعت تاني وكذا وحسبت البطاقة وكذا وتاني رحت الشركة عندها أمريكان إكسبريس ادوني 2000 دولار وبين السلام. شو البوليس ما درى بعد 6 شهور يجي خطاب بالألماني على خطوط السعودية. الأخ عبد الحميد عطيه البوليس الألماني لم نجد الفلوس ولم نجد الحرامي وقيدت القضية ضد مجموعة. شو تقدير كده؟ لو في أي بلد تانية كان أخذ الجوازات. لا ما في شيء. كان أخذ الجوازات في بلد تانية. كان أخذ التذاكر. كان أخذ. عليه حال حرامي محترم. أهم شيء الجوازات هذا ما. يعني حنانيك بعض الشر لا كثير كثير نعم شو استراحتي حنانيك بعض الشر اخوي اخوي الله يرحمك اين حسام عزيز قرب شوي بسم الله قرب عند الشيخ تعال جنب الشيخ اسمع تعال جنب جنبي تعال ها مع السلامة مع السلامة الله بالسلامة الله يبارك فيك جيت ألمانيا تزورني هذا طيب معين يتشرف هاتفي وتكون في عيني إن شاء الله إن شاء الله وأنت تكون ميتي الله يحفظك 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 الله